أهلا بكم في قراءة المنفصلين. هنعمل دلوقتي قراءة للمنفصلين بناء على طلبكم. من خلال القراءة دي إن شاء الله هنشوف إذا كان في عودة ولا لا، وهناخد لكم نصائح للملائكة. القراءة دي هتكون بالأبراج وهنعملها مختصرة، يعني لو انتوا عايزين تفاصيل أنا عملت قبل كده اختر كارت فيها التفاصيل، هسيب لكم الرابط بتاعها في أول تعليق وفي صندوق الوصف، تقدروا ان انتوا تشوفوها في الشكل اختر كارت فيها تفاصيل اكتر. لكن القراءة دي هتكون حسب الابراج وهتكون بنعم او لا ونصيحة الملائكة، عشان نكون عملناها بالشكلين ونكون يعني حاولنا ان احنا نرضي اكبر عدد ممكن من الناس. فانا هبتدي بترتيب الابراج من الحمل وحتى الحوت، وهسيب لكم برضو توقيت كل برج في اول تعليق. فخلينا نبتدي مع بعض باول برج، برج الحمل. خلينا نشوف ايه الاخبار. برج الحمل، انا بشوف ان في طرف تالت ما بينك وما بين الشريك في العلاقة دي، وممكن برضو يكون في خلاف مادي لبعضكم وشريكك ده عنيد جدا، ممكن يكون هو اللي بيعيش دور الضحية، انت اصلا مش عايز ترجع له، انت مشيت للامام وشفت حياتك، ممكن بس تكون داخل كده تشوف هو بس هيرجع ولا لا من باب الفضول. طلع لك هنا هارت تو هارت كونفرزيشن، انتوا ما تعرفوش بعض كفاية وكل واحد منكم ما يعرفش ايه اللي في دواخل التاني. انا بشوف ان الشخص ده هيعرض عليك العودة مجددا وهيطلب ان انتوا تقربوا من بعض وتتعرفوا على بعض اكتر، لكن انا بشوف ان انت اللي مش هتكون حابب هذا الشيء، وخلاص انت قفلت من الشخص ده قفلة جامدة قوي يعني، وشايف ان هو شخص متحكم ومتسيطر، يعني مسيطر سوري، وانه يعني سجنك معاه كتير في العلاقة دي، فانت قررت التحرر من هذه العلاقة وبتقول انا مش ههبل علشان ارجع للسجن ده مرة تانية. فهنا طالع لك it's up to you، هو هيرجع لك، فانت حر بقى اذا كنت ترجع ولا لا، القرار ليك، لكن في عودة. في هنا برج السرطان والطور والميزان، ابراج هوائية وترابية بس، ما تلتزموش برضو بالابراج والطاقات قوي. خلينا نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور اكيد في عودة ان شاء الله، انت يعني الشخص ده انت مبتعد عنه من فترة طويلة جدا وزعلان وحاسس بوحدة شديدة، يمكن تكون كنت مبسوط بالوحدة دي في الاول لكن انت حاسس ان انت وحيد دلوقتي، والشخص ده كمان بيفكر فيك كتير قوي وعايش على ذكرياته معاك. الشخص ده هيجي يطلب منك عرض زواج وعلاقتكم هتترسم ان شاء الله، وهيكون فيها فرصة جديدة وهيكون في نصيب ليكم مع بعض ان شاء الله. يمكن كان في احد الابوين مش موافقين لان هنا طلع لك healing family issues، لكن الشغف اللي ما بينكم اكبر من اي شيء، فاسمح لروحك انها تغني بالمرح واسمح للشغف ان هو يتجدد في العلاقة دي، هيكون فيها فرصة وهيكون فيها عودة ان شاء الله. في هنا بس برج العذراء وبرج الميزان، ابراج هوائية ومائية وترابية، مفيش نارية، وبرضه مش ضروري قوي. طالع لك هنا ثق، ثق ان هيكون في فرصة ان شاء الله opportunity، جاي لك فلوس، يمكن الشخص ده يديك مهر عالي او يعرض عليك شراكة او ايا كان، المهم انه هيدي لك فلوس كمان او هيجي لك فلوس كتير جدا من وراه، فمبروك مقدما يعني، ربنا يبارك لكم يا برج الثور. خلينا نروح بعد كده لبرج الجوزاء. برج الجوزاء خلينا نشوف ايه الاخبار. برج الجوزاء لسه شوية في طرف تالت، في ابتعاد. الشخص ده الطرف التالت اللي معاه جرحه وأذاه، فلو جرجع لك هيكون راجع لك علشان انت الشخص الوحيد اللي قصاده،
بعد ما اتجرح من الطرف الثالث، وبشوفك شوية متردد إذا كنت تقبل عرضه ولا لأ. في طرف ثالث ما بينكم، وعلى الأغلب أنت عارف بالطرف الثالث ده، فبقدر أشوف إن هو الطرف الثالث هيتخلى عنه وهيتوجع جدا ومش هيلاقي غيرك أنت علشان يرجع لك. فأنا بشوفك شوية هتكون متردد، يعني أنا آسف جدا بس هو مش راجع لك حبا فيك، هو راجع لك علشان مفيش غيرك بعد ما خذل وبعد ما اتخان من الطرف الثالث. طلع لك هنا انه في شخص جديد هيدخل على حياتك للحب والزواج وحديث من القلب للقلب، يعني حاول تسمع من الشخص ده وتشوف ظروفه ايه، وانت اللي هتحس بيه وهتقدر تحدد طاقته وتفهم منه هو عايز ايه، وساعتها هتقدر تقرر اذا كنت تجدد حبك معاه او تشوف الحب الجديد اللي جاي في طريقك، فهتكون انت صاحب القرار. في هنا برج الميزان والدلو وبرج الحمل. الميزان والحمل اكتر من مرة على فكرة، ابراج ترابية ومائية، كل الطاقات هوائية ونارية، كل الطاقات موجودة. طلع لك هنا خد بالك من صحتك. فانا بشوف انه راجع، ولكن يعني حاول تظبط الامور معاه. خلينا نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان، الشخص ده ممكن تكون دي علاقة رباعية، يعني انت موجود في علاقة والشخص ده موجود في علاقة تانية، المهم ان هو بعد شوية لكن هو مازال بيفكر فيك وعايز يصالحك وانت كمان عايز تصالحه، لكن كل واحد منكم مشغول بحاجة تانية دلوقتي. انا بشوف ان في فرصة للعودة، لكن انتوا الاتنين ما عندكوش الثقة في بعض ان انتوا تنجحوا العلاقة دي. خلاص العلاقة دي كانت اون واوف كتير، ووقتكم ضاع ويمكن كمان خسرتوا فلوس، فانتوا ما عندكوش الثقة ان انتوا تدوا فرصة تانية للعلاقة دي. انتوا الاتنين عايزين ترجعوا لبعض، بتفكروا في بعض، لكن انتوا بتقولوا ما هو احنا لو رجعنا ما العلاقة دي هترجع تنتهي ثاني، يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ فانتوا عايزين ترجعوا لكن فاقدين الثقة. انا بشوف ان الفرصة موجودة بس انتوا بتقولوا كفاية تضييع وقت يعني. فطلع لك هنا حرر نفسك من الدايرة اللي انت عمال بتلف فيها دي. بالظبط كده. بيقول لك امان ليك ان انت تحب، افتح قلبك وروحك واستقبل طاقة الحب الكبيرة اللي جاية لك. فانت عارف يعني، حتى الكروت كمان نصحتك بان انت تحرر نفسك. انا بشوف ان في فرصة وممكن زواج كمان، بس انت شايف ودي حقيقة انه المشاكل اللي ما بينكم هتتكرر تاني وانها ملهاش حل يعني، فيا تقبل المشاكل دي زي ما هي يا تحرر نفسك من العلاقة دي، مفيش حل تالت. بيقولك جمع معلومات زيادة وثق. ايوه انتوا الاتنين ما عندكوش ثقة، تراست هنا انتوا الاتنين ما عندكوش ثقة يعني، فعايز تحرر نفسك تمام، هتقبل العلاقة دي زي ما هي بمشاكلها تمام، يعني انت اللي ليك مطلق الاختيار. ممكن تكون بتتعامل مع سرطان زيك، حمل او ثور او دلو، أبراج ترابية هوائية ونارية، المائية برضو موجودة كل الطاقات. طيب خلينا نروح بعد كده لبرج الأسد. برج الأسد، انتوا اللي مدين ظهركم للشخص ده وللعلاقة دي بسبب ان انتوا شايفينه متردد ان هو ياخد معاكم الخطوة دي لقدام، وعلشان كده بقيتوا مترددين انتوا كمان. هو فعلا شخص عنده عروض كتير وشخص متحير وحيركم انتوا كمان معاه، ده خلاكم تدوا ظهركم للعلاقة دي وتمشوا، لكن في نفس الوقت ما زلتوا بتفكروا في الشخص ده وعايزين ان انتوا تقربوا له. ممكن كمان لبعضكم تكون دي علاقة رباعية، يعني انت في علاقة وهو في علاقة، لكن ما زلتوا انتوا الاتنين بتفكروا في بعض، في شغف وانجذاب قوي ما بينكم، وانتوا الاتنين بتراقبوا بعض بشكل كبير، هو كمان بيراقبك اضعاف ما انت بتراقبه،
ومنجذب لك بشكل كبير، الشخص ده هيصالحك وهيعمل لك عروض كتير حلوة. من بعد فترة من التردد والتفكير هيحاول ان هو يعيد الشغف ويظبط العلاقة دي معاك. فأنا بشوف ان في فرصة للعودة. مشكلة الشخص ده ان هو شخص تقيل، مش بسهولة ان هو ياخد خطوة للأمام، لكن هيخرج عن صمته وهيكون في تقارب وعودة وعرض كويس كمان من الشخص ده. هنا طلع لنا ديسبشن وانه في شخص لابس ماسك، بس انا بشوف ان الماسك ده ماسك ان هو عامل نفسه تقيل وان هو مش فارق معاه، لكن في الحقيقة هو فارق معاه جدا. فانا بشوف انه ماسك كويس مش ماسك وحش. طلع لك هنا كمان انجيجمنت، خطوبة، حب حياتك هيتصاعد لمستوى افضل من الارتباط. فانا بشوف ان العلاقة دي هتتحسن والماسك اللي فيها ماسك حلو مش ماسك وحش. خليني برضو اشوف الانجل انسر هينصحوكم بايه. ممكن تكونوا بتتعاملوا مع برج حمل، ميزان او دلو او سرطان، ابراج مائية ونارية وهوائية، مفيش ترابية برضو، يعني مش ضروري، ما تلتزموش قوي يعني بالابراج والطاقات. حاولوا ان انتوا تنسوا اللي فات وتدوا فرصة للعلاقة دي، لان الشخص ده بيحبكم قوي، هو بس اللي ما بيبينش، بيقولك مفيش داعي ان انت تقلق، كل حاجة هتبقى تمام. خلينا نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء، انت طالع في طاقتك، انت مشغول يمكن الفترة دي، بتعمل حاجات كتير، شغل، ماجستير، يعني انت في حاجة، بتبني بيت مثلا، مشغول جدا، لكن في نفس الوقت انت نفسك انه يكون في فرصة تانية وبداية جديدة ما بينك وما بين الشخص ده. انت شايفه انه بقاله فترة حاطط ايده في المية الباردة وان هو ما بياخدش اي فرصة تجاهك. يمكن لبعضكم حصل ما بينكم مشاكل كبيرة جدا على فجأة، وناس اتدخلت حاولت ان هي تصلح ما بينكم، لكن ما قدروش ان هم ينجحوا في ده. وعلى الرغم من ذلك انت ما زلت مهتم بالشخص ده ونفسك انه يكون في فرصة تانية معاه. انتوا الاتنين عايزين الفرصة دي، لكن من الواضح انه في ما بينكم مشاكل كتير. يعني الاحساس اللي جاي لي مثلا ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض وعايزين بعض، لكن مثلا في مشاكل ما بين اهلكم انتوا الاتنين، ولا اهلك ولا اهله مثلا موافقين، او ممكن يبقى في ما بينكم اختلاف اديان، او مثلا ممكن في طار ما بينك وما بين عيلته والعيلتين ما بيطيقوش بعض، لكن انتوا الاتنين بتحبوا بعض جدا. ويعني بشوف ان في عقبة ان العلاقة دي تكمل، بس العقبة دي هي الظروف. انتوا الاتنين ما عندكوش مشكلة ان انتوا تكملوا مع بعض. فانا بشوف ان الموضوع يعني معتمد على القدر اكتر شيء. بشوف ان في فرصة، لكن ما نقدرش نقول لك الفرصة دي امتى. يعني من الواضح ان في مشاكل كبيرة جدا وعقبات كتير قوي واقفة ما بينكم. على كل حال بيقول لك انت تستحق الحب وانت شخص محبوب، وفعلا انتوا في ما بينكم كيمياء كبيرة وطاقة مغناطيسية قوية جدا، لكن المشكلة الظروف او القدر هي اللي حطتكم في الموقف ده. بيقول لك مش ده الوقت المناسب، يعني مش لأ، بس في الوقت المناسب ان شاء الله هيكون في فرصة، مش دلوقتي. زي ما قلت لك في مشاكل كتير، ممكن يكون في فرصة ما بينكم لبعدين، وما تخافش، مش هتفقدوا الشغف، الحب اللي ما بينكم مش هيقل، ان شاء الله هيكون في ما بينكم فرصة، بس مش الشهر ده. ممكن تكون بتتعامل مع برج دلو وعذراء زيك او عقرب، ابراج ترابية ونارية وهوائية، مفيش مائية، بس برضو يعني مش ضروري، ما تلتزموش قوي بالابراج والطاقات. خلونا نروح بعد كده لبرج الميزان. برج الميزان، انت في بدايات جديدة عاملها في حياتك، ممكن تكون بادئ بيزنس، بادئ دراسة، عملت موف اون من العلاقة دي وقدرت ان انت تقف على رجلك من اول وجديد،
لكن انت زي اللي ممكن تكون عايز العلاقة دي تعود، او عايز الشخص ده مثلا يرجع علشان تنتقم منه وترفضه مثلا. يعني انا ما بشوفش انت عايز ترجع العلاقة دي، انت اتألمت كتير بسبب الشخص ده، قعدت لوحدك كتير، بكيت كتير، الشخص ده ضيع منك حاجات كتير قوي، عطل عليك حاجات كتير، انت مش عايزه يرجع، انت عايزه يرجع علشان ترفضه، وعايز تعرفه قد ايه ان انت نجحت من غيره، وعرفت ان انت تقف على رجليك من اول وجديد. انا بشوف انه في فرصة، ويعني هي العلاقة مش هترجع، لكن الشخص ده ممكن يجي لك بعرض زواج. يعني هو هيجي يقول لك تعالى نصلح العلاقة وتعالى نتجوز، وساعتها انت هتنتقم منه زي ما انت عايز، ايا كان بقى نوع الانتقام. مش شرط انتقام ان انت تشتمه او تضربه يعني، بس ممكن ان انت تعرفه بس ان انت مبسوط من غيره، ده في حد ذاته انتقام بالنسبة لك. في كارت طار اكيد مش عايز يطلع معانا، ومكتوب عليه ادي للعلاقة دي فرصة، فمعنى ان هو طار ووقع في الارض، انه بيقول لنا لا ما تديش للعلاقة دي فرصة، وفعلا ده اللي انت عايز تعمله يعني. فخلينا نشوف، نسحب كارت بنفسنا ونشوف هيقول لك ايه. بيقول لك هيلينج فاميلي ايشوز، ممكن يكون احد الابوين مش موافق على الزواج ده، ولبعضكم برضو ممكن يكون في اختلاف اديان. على كل حال بيقول لك يعني ما تحاولش ان انت تنتقم، واسمح للموقف انه يعدي بسلام يعني، والمسامح كريم. ما تسامحوش ان انت ترجع العلاقة، ولكن ممكن حتى ما تردش عليه وخلاص، يبقى انت لا اهنته ولا رجعت العلاقة ولا اي حاجة، تكتفي مثلا بالصمت وتطلع انت الشخص الكويس مثلا، مش لازم تضربه زي ما ضربك يعني، سامحه وما تردش عليه مثلا. انت حر طبعا تعمل ايه، ولكن ده اللي الكروت بتنصحك بيه. خلينا برضو ناخد لك نصيحة من الانجل انسر. انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ثور، دلو، قوس، جوزاء، ابراج هوائية وترابية، بس برضو مش ضروري يعني، ما تلتزموش قوي بالابراج والطاقات. هنا طلع لك اذا كنت تؤمن، فانا بشوف انه اللي انت عايزه هيكون، لكن ما تحاولش الانتقام يعني. اوكي، خلينا نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب، انت كنت مع شخص متحكم، شخص متسلط، يمكن كمان شخص مادي، كان بياخد منك فلوسك، كان بيستغلك، وانت استحملته كتير. انت قررت ان انت توقف بقى الدايرة دي، وتحاول ان انت يكون ليك دور في العلاقة دي، ويكون ليك يد في زمام امور العلاقة دي زيه بالظبط، وما يبقاش هو اللي متحكم فيك. ويمكن هو ده السبب اللي خلاكم تقطعوا مع بعض. يمكن كمان لبعضكم تكون والدة الشريك بتتدخل في العلاقة دي، وهي سبب كبير في ان العلاقة دي تبوظ وانها تزداد سوء. انا بشوف ان مشكلة العلاقة دي ممكن تكون في والدة الشخص ده، ان هي بتتدخل في العلاقة دي وبتخليه ان هو شخص متحكم ومتسلط، ممكن كمان يكون بياخد منك فلوسك او بيستغلك. فلا بصراحة انا ما بشوفش ان في فرصة للعودة على فكرة يعني. حتى لو في فرصة يعني، أنا مش عارف أنت ليه عايز ترجع لشخص كان بيستغلك كده وبيأذيك بالشكل ده. الحب جميل وكل حاجة، ولكن مش كده يعني. هنا طلع لك باست لايف ريليشن شيب، فإذا دي ممكن تكون كارما وعلاقة حياة سابقة، علشان كده كمان في كروت طلع لنا برضو كروت حياة سابقة، فده كان درس، فأنت خدت الدرس المستفاد من العلاقة دي وشكرا يعني. مش لازم بقى ان انتوا تكملوا مع بعض. طلع لك forgiving and learning، اعمل تسامح واطلع بالدرس المستفاد من العلاقة دي. دي علاقة درس، علاقة حياة سابقة، وانت خلاص تعلمت الدرس، فما فيش داعي ان احنا نكمل مع بعض. السبب اللي احنا كنا متقابلين عشانه خلاص عرفناه وانتهى، فما فيش بينا حاجة تخلينا نكمل. ممكن تكون بتتعامل مع برج حمل، دلو، ثور، ميزان، ابراج هوائية وترابية، بس مش شرط يعني، ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات، لكن ده اللي طلع معانا. وفي كمان برج جوزاء، هنا طلع لك عيد النظر، خلاص بقى كفاية على العلاقة دي،
ولو انت بتقول مش هقدر ابعد، الكروت بتقول لك لا انت مستعد ومعاك العصا السحرية كمان والحظ معاك وربنا بعت لك ملايكة يقفوا جنبك فكل حاجة هتبقى تمام. فبرج العقرب احنا اسفين جدا يعني. خلينا نروح بعد كده لبرج القوس. برج القوس انت حزين قوي وزعلان، الشخص ده عمل لك بلوك مثلا على فجأة، اختفى على فجأة، ممكن يكون شتمك وعمل بلوك على طول. انت حاسس بالظلم وحاسس ان الشخص ده حاكم عليك حكم سريع، او انه سابك مثلا علشان حد تاني وانت بتتألم جدا يعني. انا بشوف انه في فرصة، في فرصة مش واضح لي بالظبط السبب اللي ممكن يكون الشخص ده سابك علشانه، لكن انا بشوف ان في فرصة لعودة العلاقة دي، ممكن ما تكونش دلوقتي لان الشخص ده مازال قافل ومازال عامل بلوك ومازال مبتعد، لكن شوية كده وهيهدى وهيرجع تاني. هنا طلع لك رومانتنج فيلينج، بيقول لك ان انت مشاعرك حقيقية فحاول انك تعبر عنها. طلع هنا ريليجيوس فاكتور، مش شرط يكون في اختلاف اديان، ممكن لشوية منكم، لكن انا ما بحسش ان دي العقبة قوي. انا بشوف ان الشخص ده عنده مشكلة اختفى بسببها وشوية هيهدى وهيرجع تاني للعلاقة دي وهيكون فيها فرصة ان شاء الله. انت اللي مضايقك ان انت ما تعرفش السبب، لكن انا بشوف ان ان شاء الله هيكون في فرصة قريبا جدا. الكارت ده طار، طلع لك حل وسط وفي طريقة أفضل، فخليك إيجابي وما تقلقش وما تتضايقش ولا تزعل بالشكل ده. مش لازم تعرف كل حاجة، هتعرف كل حاجة في الوقت المناسب إن شاء الله. ممكن في هنا أبراج هوائية ونارية وترابية، مفيش مائية. ممكن كمان تكون بتتعامل مع برج سرطان والجوزاء، دي بس الأبراج اللي ظاهرة معانا، وبرضو مش ضروري ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات. نروح بعد كده لبرج الجدي. ده انتوا طالعين في وسط الكروت يا برج الجدي. بص يا برج الجدي، الشخص ده سابك علشان حد تاني واتغدر بيه من الشخص الآخر ده، وهو حاليا دلوقتي حزين ولوحده وبيفكر فيك. انت كمان عايز فرصة في العلاقة دي. الشخص ده اختفى لأنه كان بيعمل مقارنات ما بينك وما بين الشخص الآخر، لكن هو علاقته انتهت بالشخص الآخر. ممكن يكون الشخص الآخر ده كان حب قديم أو علاقة نرجسية هو كان فيها قبل ما يعرفك. ممكن كمان يكون كان حد بيسحر له وبيعمل له أعمال، لكن خلاص الموضوع ده انتهى والعلاقة دي اتقفلت وانت اللي كسبت الرهان، والشخص ده خلاص هو دلوقتي صدق ان انت الشخص المناسب ليه وانت حبه الحقيقي، وهيكون في فرصة ما بينكم وتجديد للعلاقة دي ان شاء الله. ده اكيد يعني، لانه ادرك ان انت الزوج المناسب ليه. ممكن تكون بتتعامل مع جدي زيك، حوت او ميزان او حمل. الحمل متكرر معانا. ابراج هوائية ونارية وترابية ومائية، الطاقات كلها موجودة. هنا طلع لك انجيجمنت، حب حياتك هيتصاعد لمستوى افضل من الارتباط، فانا بشوف ان في عودة ان شاء الله وفي فرصة في العلاقة دي. خلينا نشوف الانجل انسر هما كمان هيقولوا لكم ايه. opportunity، فرصة، العلاقة دي هيكون فيها فرصة ان شاء الله، فمبروك يا برج الجدي. خلينا نروح بعد كده لبرج الدلو نشوف ايه الاخبار. برج الدلو، الشخص اللي معاكم ده شخص بطيء جدا، الشخص ده عايزكم انتوا اللي تصلحوه، مش عايز هو اللي يبادر. هو شخص تقيل جدا، شايف نفسه، بيراقبكم جدا جدا، متحمس جدا ان هو يكون معاكم وهيموت ويرجع لكم،
لكن هو بعدته ما بيحبش ان هو ياخد الخطوة الاولى، ما بيحبش ان هو يقرب، وعايزكم انتوا اللي تقربوا شوية. ممكن يكون ده شخص اناني متحكم مسيطر بيحب ياخد بس، ممكن يفهمك ان هو عمل حاجات كتير علشانك وهو اصلا ما عملش حاجة. المهم ان الشخص ده عايز يرجع، بيراقبك مهتم بيك ومركز معاك قوي، لكن هو عايزك انت اللي تبادر وانت اللي تاخد الخطوة الاولى. لو ما عملتش كده مش هيرجع، هو عايزك انت اللي تاخد الخطوة تجاهه وانت اللي تبادر يعني. فانا بشوف ان العودة هنا موجودة، ولكن لو انت اللي بادرت فانت ليك حرية الاختيار اذا كنت تعمل كده او لا. طلع لك هنا جو اهيد، ويعني عبر انت بقى خلاص عن حبك يعني. فلو حابب فعلا ان انت تاخد الخطوة الاولى زي ما هو عايز تقدر انك تعمل كده. طلع لنا هنا كمان ويدنج وورا منها ريكونسليشن، فده معناه ان في عودة اكيد وممكن تتطور لزواج، لكن المفروض انت اللي تاخد الخطوة الاولى لو تحب انك تعمل كده. ممكن تكون بتتعامل مع برج ثور، عقرب، جدي، ابراج ترابية كتير جدا، هوائية ومائية، مفيش نارية، بس برضو يعني مش ضروري، ما تلتزموش قوي بالابراج والطاقات. طلع لك هنا تراست، والقرار يرجع لك اذا كنت تاخد الخطوة دي ولا لا. انت حر، انت اللي هتاخد قرارك يعني، بس انت اللي لازم تاخد المبادرة. طيب نروح بعد كده لبرج الحوت. برج الحوت الشخص ده بيراقبكم قوي، مهتم بيكم جدا، ممكن لبعضكم يكون اكبر منكم سنا، اكبر منكم في الشغل. الشخص ده شخص شكله كويس قوي ومهتم بنفسه جدا جدا، وانتوا بتحبوه جامد قوي واكيد عايزين تصالحوه، مستعدين ان انتوا تعملوا اي شيء علشانه. انتوا الاتنين عايشين على الذكريات اللي كانت ما بينكم في الماضي، بتفكروا في ايامكم الجميلة مع بعض. احب اقول لك ان الشخص ده مفتقدك جدا 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 بشكل كبير، حاسس ان في حيطة اتبنت ما بينك وما بينه، الحيطة دي محدش فيكم كان له يد فيها، الظروف هي اللي وصلتكم لكده، لكن هو مازال مهتم بيك، مازال بيحبك وعايز فرصة تانية، هو بس حاسس ان الظروف اقوى منه ومنك. يمكن مثلا مشاكل مع عيلته، اختلاف اديان، قلة فلوس، يعني في عقبات واقفة ما بينكم، لكن هو شايف ان العقبات دي محدش منكم له يد فيها، هو عايز يرجع لك. ممكن لبعضكم على فكرة تكون دي علاقة توأم شعلة لكتير منكم، لكن الأكيد ان الشخص ده مفتقدك وعايز يرجع العلاقة دي، وانت كمان. دي على فكرة ممكن تكون توأم شعلة لكتير منكم، يعني الطاقة دي ظاهرة هنا بشكل كبير. باست لايف ريليشنشيب، دي علاقة من حياة سابقة، توأم شعلة لكتير منكم. بيقول لك ثق، انه الموقف ده بيدعوك ان انت تثق في نفسك اكتر وتتقبله زي ما هو، كل حاجة هتبقى تمام ان شاء الله، والامور هتتصلح ولكن تدريجيا، مش العودة اللي انت بتدور عليها، ولكن يعني الامور هتتحسن تدريجيا. لو حابب ان انت تيك اكشن وتاخد خطوة تجاهه ممكن تعمل كده لو تحب يعني، ولو اني ما اعتقدش ان الخطوة دي هتكون مجدية قوي، لكن بشوف ان العلاقة دي هتتحسن تدريجيا مش مرة واحدة زي ما انت عاوز يعني. فلا، العودة مش دلوقتي، هتتأخر شوية لكنها مش لأ. والعلاقة ما بينك وما بين الشخص ده هتتحسن ولكن بشكل تدريجي يعني. ممكن تكون بتتعامل مع برج قوس، جوزاء، دلو، أبراج نارية كتير جدا، مائية، وترابية، مفيش هوائية، بس برضو مش ضروري يعني، ما تلتزموش قوي بالأبراج والطاقات. فزي ما قلت لكم يعني، دي على فكرة أقوى قراءة في الأبراج كلها، ومن الواضح إن أنتوا بتتألموا بشكل كبير، لكن محتاجين إن أنتوا تطمنوا شوية، تتقبلوا الأمر الواقع، وتعرفوا فعلا إن دي توأم شعلة وإنها بتحتاج وقت. فحاول انت بس تشتغل على التوازن الداخلي بتاعك، ما تدورش هيكون في عودة ولا لا، دور انا هكون متوازن امتى. لما انت تكون متوازن هو ده وقت العودة، العودة دي مش هتحصل غير لما انت تتوازن، وانا شايفك بتتوازن، وان شاء الله هتقدر ان انت توصل للتوازن ده.
ايا كان بقى التوازن ده في اسبوع، في شهر، في سنة، وقت ما تتوازن هو ده هيكون وقت العودة. فحاول انك تتوازن بسرعة، ووقتها ان شاء الله هيكون في فرصة ما بينك وما بينه، ويتأكد ان دي توأم شعلة. كده بنكون خلصنا كل الأبراج. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.